لغتي العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الدرس الأول من دروس اللغة العربية التي نتناول فيها كتاب البلاغة والنقد الأدبي لطلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. ودرسنا الأول أعزائي الطلاب هو النقد والناقد، ونتعرف في هذا الدرس إلى مفهوم النقد، وإذا أتيح لنا الوقت نتعرف أيضا إلى وظيفة النقد وغايته. إذن الدرس الأول هو النقد والناقد. أما مفهوم النقد، كلمة نقد في المعاجم العربية مأخوذة في الأصل من نقد الصيرفي الدراهم والدنانير وانتقدها، ومعنى نقدها وانتقدها أي ميز صحيحها من زائفها وجيدها من رديئها. إذن هذا هو الأصل المعجمي لكلمة النقد، أو كما سميتها لك النقد لغة. فإذا جاءك السؤال في الامتحان تعريف النقد لغة أو معنى النقد لغة، قل النقد من نقد الصيرفي الدراهم والدنانير وانتقدها. وما معنى أيضا هذا الكلام؟ أي ميز صحيحها من زائفها وجيدها من رديئها. أما مفهوم النقد في الاصطلاح، النقد الأدبي في الاصطلاح هو تقدير النص الأدبي تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرجته الأدبية. إذن النقد الأدبي في الاصطلاح تقدير النص الأدبي تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرجته الأدبية. أما قولنا تقدير النص الأدبي فيعني قياسه على الخصائص العامة التي يمتاز بها الأدب بمعناه العام والخاص، وهو النوع التوضيحي الذي يعين على الفهم والذوق. أما معرفة القيمة والدرجة تعني وضعه في منزلته مقارنة بغيره من النصوص. كيف ذلك؟ كان يقوم الناقد مثلا بوضع مقاييس أو يستعيرها من غيره لمحاولة وضع النص الذي هو بصدد نقده في درجة من سلم النصوص التي ألم بها، ومن ثم يضع صاحب النص في الترتيب الذي يستحقه مقارنة بغيره. إذن بيان قيمته ودرجته تعني وضعه في منزلته مقارنة بغيره من النصوص، أن يضع النص الأدبي في موضعه بعد أن يكون قد قارنه بنصوص أخرى ليعرف قيمته بين هذه النصوص. والنقد عزيزي الطالب يأتي تاليا بعد وجود الأدب، أي أن النقد يكون بعد الأدب. الأدب سابق للنقد في الظهور، ركز على هذه الفكرة. أيهما أسبق، النقد أم الأدب؟ الأدب، لأن النقد أصلا مادته الأدب أو موضوعه الأدب، فلا يمكن أن يقوم النقد بدون موضوعه أي الأدب. ومن هنا تأتي مهمة النقد، وهي توضيح الميزات الجوهرية لتفوق كل أديب. إذن
مهمة النقد عزيز الطالب توضيح الميزات الجوهرية لتفوق كل أديب، فأنت عندما تبين قيمة النص الأدبي بمقارنة مع غيره من النصوص تستطيع أن تعرف مكانة الأديب وكيف تفوق على غيره. الميزات الجوهرية لهذا الأديب التي تفوق فيها على غيره، إذن هذه هي مهمة النقد. أما موضوع الأدب فهو الطبيعة والإنسان، الأدب موضوعه الطبيعة والإنسان، أما النقد الأدبي فموضوعه هو الأدب نفسه. الناقد يتناول النص الأدبي ليعرف جيده من رديئه وليعطيه القيمة التي يستحقها. إذن موضوع النقد الأدبي هو الأدب نفسه، أي الكلام المنثور أو المنظوم الذي يصور العقل والشعور، يقصد إليه النقد شارحا ومحللا ومعللا ومكملا، يعين بذلك القراء على الفهم والتقدير، ويشير إلى أمثل الطرق في التفكير والتصوير والتعبير، وبذلك يأخذ بيد الأدب والأدباء إلى خير السبل وأسمى الغايات. إذن عزيزي الطالب نركز على هذه الأفكار، النقد يأتي تاليا بعد وجود الأدب، أي إن الأدب سابق للنقد في الظهور، وإن مهمة النقد هي في توضيح الميزات الجوهرية لتفوق كل أديب. وإذا كان موضوع الأدب هو الطبيعة والإنسان، وقد تسأل عن ذلك عزيزي الطالب، موضوع الأدب هو الطبيعة والإنسان، الإجابة صح أم خطأ؟ الإجابة هنا صحيحة، موضوع الأدب الطبيعة والإنسان، فإن موضوع النقد الأدبي هو الأدب نفسه. إذن لكل موضوع، الأدب الطبيعة والإنسان، النقد الأدبي الأدب نفسه، المنظوم أو المنثور الذي يصور العقل والشعور. ولا نريد أن نطيل عليكم أعزائي الطلاب حتى لا يدخل الملل إلى نفوسكم، ونكتفي بما تعلمناه اليوم من تعريف النقد. وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل وإياكم للتعرف إلى وظيفة النقد وغايته. لم نستطع أن نلم بوظيفة النقد وغايته مع درس مفهوم النقد، نترك له درسا منفردا إن شاء الله. آمل أنكم قد استفدتم مما تعلمناه في درسنا اليوم، وإلى لقاء جديد. أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.